طبعا تحضير من حرس الحدود من الخلف، الكرة تأتي عن طريق اللاعب الأمامنا محمد أحمد عبد الله، حاول الضغط من عبد الرحمن مجدي عن آخر مباراة لعبها كانت أمام البنك الأهلي، واليوم يا لها من بداية مثيرة راح تشعل أجواء المباراة. يا عبد الرحمن يا مجدي، محاولة لكرة عرضية تصطدم بوجه محمد أحمد عبد الله وتحولت إلى خارج ملعب وأصبحت إلى ركلة ركنية. يوم 24 أكتوبر عام 2002 وانتهت بالتعادل 1-1، وكانت في صفحة سنوات الضياع وبدء مرحلة جديدة معها قد يكون في الجولة 12 واللي فيها شاهدنا متعة وإثارة وشاهدنا الشبراوي سلامة لياو أنور أمامية لعبد الرحمن مجدي، لكن لحد دلوقتي مع الدقائق الأولى هناك سوء تمركز على قص منطقة الجزاء، خدها خالد سامي، كان باسم خلاص محمود الشبراوي، محاولة لياو أنور، ياو أنور إلى باسم، لكن يدخل محمد أحمد عبد الله والتغطية متميزة لما والجمهور الأول بعد ما حاول إنه يقرب من هز الشباك وللمرة الثانية، لكن محمد أحمد عبد الله لاعب الارتكاز يعيد القعد الأول، أحمد توفيق طلب برفع الراية والتسلل، استحواذ على الكرة 42% لحرس الحدود، في المقابل هناك 58 الجهة اليسرى خلف عصام صبحي الظهير الأيمن، كرة مقطوعة عن طريق باهر محمدي للأمام مع سقوط لاعب من فريق الإسماعيلي، كرة سنة من قبل تامي ومحمود بن والي من الناحية اليسرى إلى وسط ملعب أقصى الناحية اليمنى فيها محمد رضا، كرة من محمد أحمد عبد الله لاعب الارتكاز اللي أثناء قيادته للأمام، كرة رجعت محمد أحمد عبد الله لأحمد شديد قناوي بأربع أهداف دون مقابل، كرة مقطوعة رجعت لوسط الملعب ثم أبعدت وخرجت إلى باسم، يغلق الطرق أمام اللاعب باسم، محمود الشبراوي أمامه محمد أحمد عبد الله، عبد الرحمن مجدي خرج ودخل مكانه، رجعت الكرة الثانية لصالح فريق الإسماعيلي بيعتمدوا على إرسال الكرات العالية، صعب تمر في وجود محمد أحمد عبد الله طويل القامة والأطول منه اللاعب خالد سامي، حاول في الحصول على ركنية أو إرسال كرة عرضية ربما تمر وتنجح المرة دي لو مكان سيراميكا كليوباترا متقدم في النتيجة من ملعب في آخر ثلاث دقائق، كرة رجعت كرة اتلعبت ولكن إلى خارج ملعب، وثالثهما اللاعب محمود ممدوح، استخلاص وسط ملعب محمد الشامي لكن بخطأ 16 هدف في خمس مباريات وقيمت قبل هذا اللقاء وسادس للقاءات الجولة، كرة مقطوعة لصالح فريق ومعاه أحمد شديد قناوي للإسماعيلي هذا الموسم، أحمد ملبولي يلعبها أمامية لو تعدي لمحمد الشامي لكن يطلع الدفاع توصل تاني سهلة مع فراس شواط مع ارتداد وبسرعة 15 بداية المباراة من بعد الهدف وحرس مين حمدي نجاز يبص يلعب العرضية تصطدم وطلعت إلى خارج الملعب، خرج بيشغلها حمدي نجاز، الكرة اتلعبت إلى عماد حمدي مع عرضية لكن محمد على محمد الشامي في لقاء الفوز أمام البنك الأهلي، عرضية توصل لفراس مع محاولة تصويبة فراس الغائب المنطقة الجزائري فر محمد فوزي يتألق صغار ثمين من أمام الإسماعيلي من أمام درويش بقبضة اليد حول عند داوود رجع كرة لمحمد أحمد عبد الله أمامية في اتجاه زيكو استلام مصطفى زيكو تصاب بس